السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة. القوات المسلحة للدول المتقدمة تهتم بكافة الأسلحة، ولكن في حالة الحروب تهتم الدول المتقدمة عسكريا بسلاح المركبات المدرعات. هذا السلاح يقوم بنقل المشاة على هذه المركبات ليقوم بثلاثة أشياء: عملية الاستطلاع وعملية التأمين وعملية الهجوم. من هنا جاء اهتمام المملكة العربية السعودية بمفاجأة مدوية بالتعاقد على المدرعة الأقوى عالميا، مدرعة تيتوس الفرنسية. هذه المدرعة المرعبة، ليه المملكة العربية السعودية تعاقدت عليها؟ وبالفعل هي وصلت لأراضي المملكة. المملكة العربية السعودية تعاقدت عليها بثلاث نسخ فيها من التسليح المتقدم للغاية، ومنهم أسلحة احنا ما نعرفهاش. عشان نعرف تفاصيل الصفقة ديت وليه المملكة العربية السعودية تمت بيها، لازم تتابعني بعد الفاصل. مفاجأة مدوية، السعودية بتستلم مدرعة الأقوى في مستوى العالم، المدرعة الفرنسية تيتوس. عشان نعرف الصفقة دي ايه التطورات اللي حصلت فيها، لابد أن نعرف يعني كذا اتجاه في هذه المدرعة. الشركة المنتجة هي الشركة الفرنسية نيكستر سيستمز، الشركة الصناعات العسكرية الفرنسية، وتم التعاقد قبل ذلك مع نفس الشركة على مدفع سيزر 8x8 اللي اتكلمنا عليه في حلقة سابقة، وكان من هو أهم مدفع تعاقدت عليه السعودية في الفترة الأخيرة، وهو مدفع قوي جدا. ولكن هنا الاهتمام بمدرعة تيتوس. مدرعة تيتوس، صحيفة التريبيون الفرنسية تحدثت أن هذه الصفقة قيمتها 300 مليون يورو، وأيضا هي بتخدم 2 لواءات في الجيش الملكي السعودي، يعني بتخدم مساحة كبيرة جدا في الأراضي السعودية. وبالفعل السعودية تقريبا اتعاقدت على عدد كبير جدا من المدرعة ديت، وهي وصلت بالفعل للأراضي السعودية. المدرعة ديت فيها ثلاث نسخ استلمتها السعودية. النسخة الأولانية عددها 119، بتحمل مدفع 105 ملم. النسخة الثانية هي مضادة للاشتباكات العنيفة، وتحمل أسلحة لم يفصح عنها مضادة للدبابات. النسخة الثالثة هي بتحمل مدفع 25 ملي مضاد للطائرات. يعني الثلاث نسخ بصراحة يعني أقوى من بعض. أيضا لابد أن نذكر أن الثلاث نسخ بيحملوا من التسليح المتوسط يعني مدافع متعددة 56 ملي، ومدافع 64، ومدافع 25 ملي. هنا هذه يعني القدرات العسكرية لهذه المدرعة قوية جدا للغاية. لابد أن نعرف أن هناك في هذه المدرعات نسختين للقوة بتاعتها. النسختين في منهم نسختين اتنين. النسخة الأولانية القوة الحصان بتاعتها بتتعدى 440 حصان، ونسخة أخرى حوالي 550 حصان. القدرات لهذه المدرعتين كبيرة جدا. الاهتمام للمملكة العربية السعودية بالمدرعة ديت إن هو هيقوم بعملية تأمين الحدود السعودية ضد الانقلابيين الحوثيين. هنا المملكة العربية السعودية بتهتم مش بتنوع التسليح بس، ولكن هي انتقت هذه المدرعة لأهميتها في القتال ومرونتها في القتال. المدرعة ديت سرعتها على الطرق الممهدة حوالي 110 كيلومتر في الساعة، ولكن في الطرق الوعرة بتبقى حوالي من 60 ل 70 كيلومتر في الساعة، يعني مدرعة سريعة ومرنة جدا. أيضا من هذه المدرعات يوجد نسخ تم التحدث عنها استلمتها السعودية، أعتقد هي النسخة الثانية. هذه النسخة هي فيها يعني تسمى تيتوس ميرب. هذه النسخة يعني هي اختصار لأنها بتتحمل المتفجرات أو العبوات الناسفة شديدة الانفجار، يعني تتحمل قدرات تفجيرية لحوالي 10 كيلو لمادة TNT. وهنا إذا كان في ألغام هي بتتحملها بالفعل، وبتقدر أن هي تمر ويكون بسلام، وبتحمي الجنود والأسلحة التي بتحملها. هنا اهتمام المملكة العربية السعودية بسلاح المدرعات لي يعني تكوين تاني. السعودية لابد أن نتذكر أن جريدة جلوبال فاير باور، الموقع العسكري الكبير جدا الذي يتحدث عن أن السعودية هي ترتيبها هي من أقوى 5 دول في العالم
للتسليح المدرعات، يعني هي من اقوى 5 دول في العالم في سلاح المدرعات، ويمكن ترتيبها قد يكون الخامس، وهي ترتيبها الاول في الشرق الاوسط لعدد المدرعات، ومش عدده بس، العدد والنوعيه للمدرعات المتقدمه جدا اللي السعوديه دايما بتتعاقد عليها. هنا السعوديه في موقع تكتيكال ريبورتس اللي هو المختص بالشؤون العسكريه والتعاقدات، وايضا هو يعني يعلم باطن الامور جيدا في الاستطلاعات والتسليح المتقدم. هو تحدث عن ان السعوديه اتعاقدت على المدرعه ديت واستلمتها بالفعل، وان هي يعني زودت قدراتها التسليحيه بهذه المدرعه. هنا المملكة العربية السعودية بتستحوذ على مدرعة تم وصولها بالفعل، احنا شفنا صور ليها وبنشوف الصور ليها كمان، مش الصور بتاعتها اللي هي بره متداولة بره، لكن لا، المملكة العربية السعودية ليه في صور متداولة ليها، ما بتسير في يعني اعتقد بعض القواعد العسكرية تم التصوير ليها. وهنا المملكة العربية السعودية بتهتم بان هي بتظهر القوة العسكرية بتاعتها، لان في الحرب النفسية في يعني شيء مهم جدا ان انا بقوم عمليه التسريب للقوات المسلحه بتاعتي، ان انا بيكون عندي سلاح متقدم جدا، بيبقى شيء من الحرب النفسيه والضغط النفسي على العدو اللي قدامي. واحنا عارفين العدو اللي بيقابل السعوديه في الفتره ديت هم الانقلابيين الحوثيين، اللي ان شاء الله السعوديه دايما باذن الله بقدراتها العسكريه هي تقوم باسكات هذه المناورات اللي يقوم بها الحوثيين، ويعني تقوم بتامين حدودها. ولابد ان نفهم ان الدول الكبيره يعني سياسيا واقتصاديا لابد ان يكون لها قدرات عسكريه كبيره بتحمي هذه الدول. من هنا السعوديه بصفقه جديده وصفقه مهمه جدا مع الشركه الفرنسيه شركه نيكستر سيستمز، بتستحوذ على مدرعه تيتوس، هي مدرعه تعتبر الاقوى على مستوى العالم، في صفقه كبيره جدا. السعوديه تقريبا اتعاقدت على حوالي 600 مدرعه بثلاث نسخ مختلفين، فيهم من التسليح اللي احنا ما نعرفوش، وفي من التسليح اللي تم ذكره في المواقع العسكرية. من هنا تنتهي هذه الحلقة، ودايما ألقاكم دايما على خير، انتظروني غدا إن شاء الله في حلقة مهمة جدا عن القدرات العسكرية السعودية في التحديث للطائرات المسيرة، هي الأحدث التي تحمي سماء المملكة في طائرات مسيرة تصنعها خالص جدا بالفعل بالأيدي السعودية والفنيين السعوديين والمهندسين السعوديين والمصانع المتقدمة في السعودية، التي بالفعل توصلت إلى يعني طائرة مسيرة جديدة جدا وهي حارس السماء. هذه الطائرة المسيرة الجديدة تحدثت عنها المواقع العسكرية الغربية أنها متقدمة جدا للغاية بشركات سعودية هي التي صنعتها 100%. إن شاء الله غدا بإذن الله حلقة قوية، انتظروني، دمتم بألف خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.